مشاهدينا الكرام، نتوجه بالتهنئة للشعب المصري الكريم قيادة وشعبا، داعيا الله أن يديم لنا الأعياد. ومن أرض الكنانة مصر، أدعو الله أن يرد عن مصرنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها، وأن يخرجنا من هذا العيد بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور ببركة رمضان الذي أدعو الله أن يتقبله منا. أدعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان القادم ونحن في أتم حال بمشيئة الله تبارك وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا واجعل الجنة دارنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. متعنا بالنظر إلى نور وجهك الكريم. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واجعل يا رب مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم متعنا بالنظر إلى نور وجهك الكريم، واجعلنا من عبادك السعداء، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، ولا تجعل يا رب رزقنا بيد أحد سواك، واغننا عمن أغنيته عنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وارزقنا الحج والعمرة أعواما عديدة وأزمنة مديدة. أدعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم بدوام الأعياد. في الختام، لكم تحيات التلفزيون المصري وتحيات وليد الحسيني من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.